نروح إلى الأنبار. في الأنبار وصلت لنا مناشدة من بعض الأشخاص، خاصة في يعني من يسكن بالقرب من جامع شهداء في 5 كيلو. هناك طفل مفقود يعني وصل لهم وباقي حاليا في هذا الجامع، فهو يبحث عن ذويه في رمادي. يا ريت من يتعرف عليه، هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيا ريت من يتعرف عليه. هو اسمه محمد. أي معلومة تعرفها عن هذا الشخص، الطفل وين شايفه، شايف أهله، سامع عنهم، يا ريت توصلها إلى أهل المدينة حتى نقدر نرجع الطفل محمد إلى أهله، لأن هو يعاني من مشاكل صحية ووضعه صعب. يعني هسه تشوفونه يبكي ويريد يحاول أن يجد أهله. خلينا نشوف ونتعرف على محمد أكثر. هذا الطفل يعني صار له مثل 3 ايام ضايع، فما نعرف عنه كل شيء. فالبارحه اخير شيء اخذناه بالسياره، افترينا التيميم كلها، افترينا الدور، افترينا المناطق يعني داخل الرمادي كلها. فكل من روح على شخص يقول ما نعرفه، ما نعرف عنه شيء. فصار له ثلاث ايام وهنا واجد عندنا بالجامعه 5 كيلو، فما نعرف عنه انه منين جاي، منين هذا، ما نعرف عن هاي الامور. يعني سالته عن اهله، سالنا على اهله وسالنا على هذا، فما حد يعرف، يقول ما نعرفه. فما خلنا مكان، ما سألنا عليه، وما فما يعرفون عنه كل شيء. يعني فصار 3 ايام هنا عندنا في جامع الشهداء ب5 كيلو. زين، ما يعرف اسمه، اسم والده؟ اسمه محمد، اسم والده. فقال هذا رقم تليفون مال والدتي، فهنا عنده هسه هنا بيده. فضحكنا، ما فهمنا عنده كل شيء. يعني ما ادري احد كاتبه له، ما ادري هو كاتبه، ما نعرف. يعني احنا لقينا بالجامع، قريب على الجامع، فكلبوا بيه الجماعه هنا وخلوه، قالوا حتى لا يضيع. بلغوا عنه كثير من الجوامع، وهذا ما حد جاء لحد الان عليه، ولا حد نعرف عن اي مصير له. زين، هسه هو موجود بجامع الشهداء على ذوي، او ما نعرف عنه شيء، يبلغ اهله حتى يجون يستلموه من جامع الشهداء ال5 كيلو. اي نعم. هو ما يعرف اسمه؟ يعرف بس اسمه محمد وبس. اي ماكو لا اسم ثلاثي ولا شايل هويه. نقول له بالرمادي ما يعرف، نقول له ب5 كيلو ما يعرف، نقول له بالتاميم ما يعرف المنطقه اللي هو جاي منها. انت اسمك شنو اسمك؟ محمد. اسم والدك شنو؟ ما يعرف. ما تعرف؟ زين، من جابك لهنا؟ محمد، من جابك لهنا؟ بالسياره بالليل. ها؟ قام يرقص الصباح بالسياره بالليل. ما تندل بيتكم؟ ان شاء الله اي شخص يتعرف على محمد، ونتمنى انه اهله يشاهدوه من خلال برنامجنا ويروحون يستلموه من جامع الشهداء في 5 كيلو، وان شاء الله ترجع لاهلك.